Thank you.
مات فأحبا مارا ولا هنريحا هنيد والسيموثة حبا نهرا نوشاثا بذات دشرارا نشتويت نقبل قليم براحة بي ومش ميا ثم نودي لغوا شبحا غد لاش الوبعيت أم خللت مليا كل عطراني خلطوين دتو مارو وارو يدخل العالمين والموداي المريا والمثمر الأشماخ مريما من عالم وعظم العالم آمين وآمين شريري ثم نحمان الطغرين والتفارق الطاود نوشاثا ومن أطران من الحي والأخبار حياوينان نود نسقط وشبع بخل عدا مارد خو للعلمين نتضرع إليك أيها القدوس المجيد والقوي الذي لا يموت يا من يسر بالسكنة في القديسين التفت يا رب ارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد Enlighten us, O Lord, and our God, that we may listen to and understand your pleasant life-giving and divine commands. Grant through your grace and mercy that we may gain the gifts of love, hope and salvation for our bodies and souls, and always sing a perpetual praise to you, O Lord of all, أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. اجلسوا وانصتوا إلى سفر إشعياء بارخ مارك. بارك الله رب الكل الذي أبنى الحكمة بتعليم المقدس فليفض رحمته على القارئة وعلى السامعين كل حين إلى الأبد. في السنة التي مات فيها الملك عزيا رأيت السيدة جالسا على عرش عال رفيع
وأذياله تملأ الهيكل، من فوقه سرافون قائمون، ستة أجنحة لكل واحد، باثنين يستر وجهه، وباثنين يستر رجليه، وباثنين يطير. وكان هذا ينادي ذاك ويقول: قدوس 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 رب القوات، الأرض كلها مملوءة من مجده. فتزعزعت أسس الأعتاب من صوت المنادي، وامتلأ البيت دخانا، فقلت: ويل لي، قد هلكت، لأني رجل نجس الشفتين، وأنا مقيم بين شعب نجس الشفاه. وقد رأت عيناي الملك رب القوات، فطار إلي أحد السرافين وبيده جمرة أخذها بملقط من المذبح، ومس بها فمي وقال: ها إن هذه قد مس شفتيك، فأزيل إثمك وكفرت خطيئتك. وسمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن ينطلق لنا؟ فقلت: ها أنا ذا، فارسلني. فقال: اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سماعا ولا تفهموا، وانظروا نظرا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه، واغمض عينيه، لئلا يبصر بعينيه، ويسمع بأذنيه، ويفهم بقلبه، ويرجع فيشفى. فقلت: إلى متى أيها السيد؟ فقال: إلى أن تصير المدن خرابا بغير ساكن، والبيوت بغير إنسان. الأرض خرابا مقفرا، ويقصي الرب البشر، وتبقى في الأرض وحشة عظيمة. وأن بقي فيها العشر من بعد، فإنها تعود وتصير إلى الدمار، ولكن كالبطمة والبلوطة التي بعد قطع أغصانها يبقى جذع، فيكون جذعها زرعا مقدسا. بارخ مار. Listen to the prophet Isaiah chapter 6. May Christ enlighten you with his teaching and make you worthy model for those who are listening to you. In the year of King Uzziah's death, I saw the Lord seated on a high and lofty throne. His train filled the sanctuary. Above him stood seraphs, each one with six wings, two to cover its face, two to cover its feet, and two for flying. And they were shouting these words to each other: Holy, holy, holy is Yahweh Sabbath. His glory fills the whole earth. The doorposts shook at the sound of their shouting. And the temple was full of smoke. Then I said, Woe is me, I am lost, for I am man of unclean lips, and I live among people of unclean lips. And my eyes have seen the King, Yahweh Sabbath. Then one of the seraphs flew to me, holding in its hand a live coal, which I had taken from the altar, with a pair of tongs. With this it touched my mouth and said, Look, this has touched your lips. Your guilt has been removed, and your sin forgiven. Baruch Mar. من الغاو القودة شادعي تانيا قرب زمي راقيا Hallelujah.
هللويا. برسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثية يقول يا إخوة بارك الله. لينورك المسيح بحكمة تعالي المقدسة ويجعلك امرأة النيرة لكل الذين ينصتون إليك. لأن الله وضع في بيعته أولا رسلا ومن بعدهم أنبياء ومن بعدهم معلمين ومن بعدهم صانعي قوات ومن بعدهم مواهب شفاء فمعاونين فمدبرين فأنواع ألسنة. ألعل جميع أنبياء، ألعل جميع معلمون، ألعل جميع صانعي قوات، ألعل للجميع مواهب الشفاء، ألعل جميع ينطقون بالألسنة، ألعل جميع يفسرون. فإن أنتم تنافستم في المواهب العظمى فأنا أريكم سبيلا أفضل. أو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة، فإنما أكون أنا نحاسا يكن أو صمجا يعطي صوتا. ولو كانت لي النبوة وكنت أعلم الأسرار جميعها والعلم كله ولو كان في الإيمان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن في المحبة فلست بشيء. ولو أطعمت كل ما مالي للمساكين وأسلمت جسدي ليحرق ولم تكن في المحبة فلا أنتفع شيء. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتجسس ولا تنتفخ ولا تفعل ما هو خزي ولا تطلب ما هو لها ولا تحتد ولا تفكر في السوء ولا تفكر بالظلم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. قديشات مارن إيشو عمشيحا كارزوثا إليش الأسرة قيصرية بيليبوس
بقيرة الميدد يا عمير ما كمري اللي ناشي ديون برتناشا اني ميري اذن كمري يوحنا المعمدانا وخنا ايني ايليا وخنا اي رميا ينخامن نوية ميري طالين اختن ما كمروتن ايون جملة شبعن كيبو ميري اي تتمشيحا برت آلها بخاي جبل اي شو عمير طالع طوى اللخ يا شمع برديونا بصرة ودمة لقلة ليطالوخ آدي إلا بابي ديلة بشمية هم أنا كمرن طالق دايتي وتكيفا ولد هذه كيفا باننا الايتي وترد شيو لقل بيلا وطالق بيونق ذيلة ملكوتة شمية كل مندي تأصرد أرقى بتبايش صيرة بشمية ومندي شارد برا بتهاوي شريا بشمية لما جاء يسوع إلى ناحية قيصرية فيليبوس أخذ يسأل تلاميذه قائلا من تقول الناس أني أنا ابن البشر فقال قوم يقولون يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون إيرميا أو واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون أني هو أجاب شمعون الصفا وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوبى لك يا شمعون بريونا فإنه ليس لحم ولا دم كشف لك هذا لكن أبي الذي في السماوات وأنا أيضا أقول لك أنك أنت الصخرة على هذه الصخرة يا ابن بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربط في الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحل في الأرض يكون محلولا في السماوات وشوحا لا لها أمينا شاركوا مني خنوات غثواتها مقرت دادي ذوحتها على هيتا بدل كل نيتاتها دي لمقروة دادي يوم بريخة أحد مبارك للجميع ربنا يحميكم ربنا يحفظكم دائما بالصحة والعافية وشي all blessing Sunday بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد آمين دخلنا موسم جديد هو موسم تقديس الكنيسة كنيسة ما هو بناء اللي نحصر نفسنا بينه هو مكان نجي نمجد اسم الله دائما بس الكنيسة الأولى اللي تصير هي بداخلنا وبعدين حتى تطلع هاي الكنيسة برا إذا ما صارت بداخلنا مثل ما قرأ برسالة بولس اللي يقول شقد ما تسوي أعمال شقد ما كل هذه إذا ينقصها المحبة صنوج ينطي صوت بس ننطي صوت بس ريت مبين أنا أصلي أنا أسوي وردية أنا أروح القداس أنا وأنا وأنا بلا أعمال وبلا محبة صفر ليش بديت بالكنيسة الأولى هي بداخل الإنسان بعدين هي بداخل البيت البيت عالم اليوم دا يجرفنا إلى متاهات التكنولوجيا والعولمة اللي تتبعدنا كثير عن الكنيسة والدليل تشوفون بكل العالم شوفوا أكثرية الكنائس يا صارت متاحف يا مطاعم يا بارات مع الأسف يعني ليش؟ يا كنائس تنسد ماذا يحولها أي شيء يا دا يسووها فلاتس شقق يا ماذا تستعمل مسدودة وكومة تراب على تراب على تراب على مر السنين ليش لأنه ماكو ناس بعدها تروح للكنيسة فخبرة يعني مو خبرة كلمات
نستعملها في حياتنا. العولمة هي تسحبنا تسحبنا وتبعدنا. I want to be the new generation, the adult, the young people, to listen carefully. Sometimes you find it to you a friend. As a friend, you find nice friend for you. Some of you guys, you find it a boyfriend. Some girls find it boyfriend. Or the boys, I find it girlfriend. بعد ما نروح the other. Boy or girls, ماكو that third one. We have a boy and girls. And God created in the beginning Adam and Eve, nothing else. I'm not against, but this is the Bible. This is our faith, our beliefs. It's Adam and Eve, boy and girl, husband and wife. No husband, husband and wife, wife, no. I'm not connected to that subject because I'm talking about these words. Friend, boyfriend, and girlfriend. If you pay attention, God created us for living forever and living in love, as St. Paul mentioned. The church starts in love. If you don't feel that love, how are you going to be in the church? Just pay attention. Friend, boyfriend, girlfriend, F-R-I-E-N-D. That means end. No forever friends. No boyfriend forever. No girls friends forever. It's end. Does that mean it's done? Sometimes you live like 1 year, 2 years, 10 years, you are living together, but it's going to be one time, one day, cut. It's end. What is be connected to forever? What is it? As a church, huh? ارفع ايده اريد اعرف من ذلك. ها؟ Marriage. بعد. Family. Is be connected. Family forever. How come family forever? It's symbols. Just a word is symbols. But the church started as a symbols. We have to be build our home. Family is F-A-M-I-L-Y. If we separated the letters together, it's going to be words. F as symbols of father, A, and, a mother, and I-L-Y, I love you. I love you. You see, the family is be, I love you forever. The love of families is not when they be cut. It's not be, that's it, it's finished. No, it's be continue. It's different than friend, boyfriend, end. No, it's continue. Why I'm starting these words? Because Jesus, when he was with his disciples together as a family. Look what that connection between Jesus and the disciples, how that beautiful together. And is it friendly or family? He asked disciples, my beloved, what do you think about me? Who I am? شوفوا العلاقة مع يسوع. بديت بهذا الكلام حتى أنا شوية الأولاد مالتنا، لأن الأولاد مالتنا هواية دا يبتعدون عن الكنيسة بسبب سوء الأصدقاء، سوء المعاملة، أو بسبب الأب والأم. هي مشكلة ابتعاد الأولاد عن الكنيسة. ليش؟ لأنه يسوع، شوفوا علاقة يسوع شقد كانت قوية. لما يجي صارت علاقة محبة مثل عائلة واحدة. بقى يسوع ده يسأل، شنو رأيكم أنا ابن منو؟ مثلا قسم التلاميذ كانوا، لأنه يوحنا المعمدان أثناء الأعمال ولما شاف يسوع ده يمشي ماذا قال؟ هذا هو حمل الله الحامل خطايا العالم. راحوا اثنين من التلاميذ ورانه، فقالوا احتمال يكون يوحنا.
احتمال يكون يوحنا. ليش؟ لأنه قسم من التلاميذ، احتمال دا أقول هذا رأيي الشخصي، يمكن قسم من التلاميذ كانوا يحبون يوحنا على جرأته على وقفته، صوت صارخ في البرية عنده طريق الرب، ما كان يخاف، كان بقوة. ليش ما كان يخاف؟ لأنه عنده رسالة. هاي الرسالة هي ماذا قال يسوع؟ ما حد ما يقدر يسوي كل شيء إلا الذي أعطي له من السماوات. فيوحنا كانوا مثل اقتداء يقتدون بينه، لأنه واو صوت صارخ، واحد واقف ما يخاف لا من هيرودس لا من عسكر رومان ولا من يهود ولا ولا ولا، بيعدوا طريق الرب. فقسم من التلاميذ قالوا احتمال يوحنا، لأن أعمال يسوع هم ما بيها خوف، بقوة ويفرجيها للكل وأمام الكل بالعلن، ليس خفي إلا سيعلن عنه في السطوح. فيسوع هكذا كان، فشبهه يسوع بيوحنا بالقوة، اقتداء يقتدون بينه. قسم آخر قال يمكن يكون إيرميا، إيليا قبل إيرميا، إيليا، ذكروا إيليا احتمال إيليا، لأنه إيليا النبي ما مات، إيليا النبي ما كان ميت. فلما إيليا النبي أجت عربة نارية أخذته من قدام الكل وراح، فقالوا بقوة إيليا يسوع ده يعمل هاي الأعمال والعاجيب، يمكن إيليا هو أيضا، لأنه أكو اقتداء بينه. بعدين قالوا إيرميا أو واحد من الأنبياء. سؤال يطرح نفسه، ذكرى يوحنا، إيليا، إيرميا أو واحد من الأنبياء. إيليا ما ميت، هسا قلوا أبونا هذول الأنبياء ميتين، لهذا السبب ذكرى والتلاميذ يوحنا وإيرميا وإيليا، لأن يوحنا كان مات. نجي إلى جواب، إيليا ما كان ميت، فإذا السؤال يقطع مكانه. زين أبونا ليش ما ذكروا غير شخص؟ ليش ما ذكروا هيرودس؟ لأنه ما كان محبوب. ليش ما ذكروا قيافة؟ لكن ما كان مرغوب. ليش ما ذكروا العشارين أو الفريسيين؟ لكن ما كانوا مرغوبين بهم. لهذا السبب لما يجي شخص يقول له شنو رأيك أبونا أندراوس؟ أبونا أندراوس يمكن عنده مثل شوية تصرفات مثل سيدنا حبيب شوية، أو يمكن مثل أبونا نظير. نشوف أنا ياهو أحب أشبهه بهذا الشخص اللي أحبه، بس إحنا كخدام الكنيسة لازم نتشبه بيسوع، ما لازم نقتدي بأشخاص أرضيين. بما أنه إحنا دنيجي للكنيسة لازم نقتدي بيسوع المسيح، نترك الماديات والأرضيات نتمسك بالسماويات. يسوع نازل من السماء لأجل خلاص العالم. لما قالوا لهم، لما سألهم يسوع من أكون، شبهونه ورأسا قطع الطريق من هو مثل بطرس، قال يكفي هذا الكلام، ما يصير نشبهونه بأي شخص، لأنه يسوع ما يتشبه بأي واحد، أنت المسيح ابن الله الحي. إيمان نابع من العمق، يسوع يريدنا هذا الإيمان نطلع من العمق. ليش قال هذا الكلام؟ لأنه ده يعيش العائلة، كانوا وحدة، فرب العائلة رأس العائلة هو يسوع، قالوا أنت المسيح ابن الله الحي. بعد ماكو مجادلة قلوا يوحنا وإيرميا وإيليا، لا لا لا، أنت المسيح ابن الله الحي. بعدوا بعد أفكارهم عن الأفكار الأرضية، مع العلم في مكانات أخرى لما قال يسوع واحد منكم راح يسلمني، ابن الإنسان سوف يسلم في أيدي الكتب والفريسيين ويسلم إلى الموت، قالوا كلهم نموت وراه، أو يجا بطرس ورانه قال له ابتعد عني يا شيطان، أفكارك ليست أفكار الله. بس اليوم قال أنت المسيح ابن الله الحي، قال اهدى يا بطرس، هذا مو من عندك، هاي من الله، أمطاك إياها، لا لحم ولا دم كشف لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات.
كشف لك. شو وقت كشف؟ لما انقلب بطرس انفتح لإرادة الله. لما هذا الحكي اليوم لما رسالة بولس والعهد القديم اللي قرأت سفر إشعياء ده يوضح الهيكل، لأنه بدينا موسم جديد اللي هو موسم الكنيسة، تقديس الكنيسة، ده نهيئ الكنيسة. فالكنيسة ما تتهيئ بالخارج إذا ما تتهيئ بداخلنا. نجي للكنيسة نسمع قداس، نسمع القراءات ونسمع الوعظة، نسمع ونتناول بالختام ونطلع ماكو إيمان، ماكو أعمال صالحة. كلتنا، يعني مدى أخصد واحد كلتنا أعمال صالحة، جرح كلام أو عمل، ما يريد يسوع هذا. أريد يكون مفعومين بهذا الإيمان والرجاء، نطلع بمحبة. هاي هي الكنيسة الحقيقية اللي يريدها يسوع. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يعمل إرادة أبي الذي في السماوات. من هو يا أمي وأبي وأخي؟ يسوع قال من هم؟ لما نجت إجوي مريم والتلاميذ ينتظرون، قالوا مريم والتلاميذ ينتظرك في الخارج، قال من أمي وأبي؟ أمي وأبي الذي يعمل مشيئة الآب الذي في السماوات. أخوتي خواتي المباركين، مثل ما قلنا أحد الماضي أنه دا نتهيأ دا ندخل في أجواء الميلاد. أجواء الميلاد تغرينا العالم، يبعدنا كل البعد عن الإيمان الحقيقي مالتنا. لهذا السبب لما جبت هذول الكلمات حتى نعيش، لأنه هذا العالم، هذا هو العالم اللي بعدنا عن العائلة. خلي نعيش عائلة ونبتعد عن هاي الإغراءات العالمية والعولمة، ونعيش حياة صادقة حتى نبني كنيستنا من داخل، حتى نطلع كنيستنا إلى الخارج ويبين أعمالنا، حتى يمجدوا أبانا الذي في السماوات. بشنو؟ بأعمالنا ومحبتنا. لما شافوهم الناس التلاميذ انظروا إليهم أنهم يحبون بعضهم بعضا، لما شافوهم طلعوا برا ماذا قال لما بده يعملون مع بعض؟ أو هذول تلاميذ المسيح. قال شلون؟ لأنهم يحبون بعضهم بعضا. فكل أعمالنا إذا تنقصها المحبة أعمال باطلة. فخلينا نتهيأ أخوتي خواتي المباركين من داخلنا، خلينا نعيش هذا الرجاء، رجاء بميلاد يسوع اللي أتى يخلصنا من سقطاتنا، من الظلمة اللي عايشين بيها، حتى نتوجه إلى النور الحقيقي اللي هو نور يسوع المسيح. آمين. لنقف كلنا بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة قائلين ارحمنا يا رب. يا رب، من أجل أن تقدر الكنيسة على تقديم المسيح الحي للناس، مسيح المحبة والخدمة والفداء، لا مسيحا مشوها، نطلب منك يا رب، من أجل أن تسعى كل الكنائس المسيحية إلى الوحدة بينها وتكون حاضرة أبدا في حياة الناس بجميع مستوياتهم، نطلب منك يا رب. من أجل الكنيسة في بلدنا بكافة جماعاتها، لكي تكون كنيسة واحدة قادرة على نقل كلمة الله إلى الجميع، نطلب منك. لو شفاء مدعذاذة ما ولو راور راحة قدشة كشفين أنا وشالي لشملة عما طيبوثا أشبابي ديموثا ورحمة وحنانة دالهوثا نيوي مرحوثا يدحو بدعماق والشوقة نحطيق لعانة مرعيثاق دغبت لاغب طيبوثا ورحمك مرض فول وورا روح القدشة العلمين. Thank you.
تقبل قربانا فبك اليات ونتقدس مثادة لا روحة كشاني ولان العضلان والفرقان والحيد العالم علمين الملكوذة ليش ما يرطيبو سيد اهدم شيحة شو على غولورة والروحة قدشة المذبح قدشة نيمة دخرانة دبسلت مريان يمدالها قل الشعب كله آمين وآمين ذكراك يا مر يوسف على المذبح المقدس مع الأبرار الصديقين والشهداء المكللين قد راقد على رجائك جميع الموتى ابعثهم يا بالمجد في قيامتك المجيدة نؤمن بإله واحد الله الله الكريم أفعل السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله الحق من إله الحق صلش لام عمان صلى والدقران دوائن قاتوليقي وفسقوفي وثقلون قشيشة ومشمشانة ودوزة وثلاثة وثقلون ايلين دعناذ وانفق من علمان دايما وزد اشرارة وثقلون اوائن وحين نصلي من اجل المرحومين أليس حنا عتيشة، دوغلاس فرانسيس، سامي أبو الصوف، عوني أبو الصوف، الشماس سمير بطرس، تريزا يوخنا، بطرس كينا، جورجيس أورها وزوجتي رقة توما، إلياس عفان، فيوليت حنا، عبد طوبية جولاغ، عماد إلياس، عماد ويليامز، نبيل قرافت، نينا جان جبار، دنو غوريال من أجل شفاء المرضى عائلة السالم ججاوي وثينة عوديشو جندارك عوديشو وردة عوديشو جميل بطرس شفاء مريض نية سفر وردة متي على نية باهرة جرجيز وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان ليمنحنا الله الذي كلمهم يوم القيامة ورجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي بارك ما نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق نسق لا تجبح تبيقار أو ثودي أو سخزة
عاش وأخ الإزوان والعالم علمي. إسلام عم خون عم أخو عم روحك أحايا وإسلام أحد الحاد بحبي إدم شيحا. نعمات ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. يقرب القربان لله رب الكون. شكرا لكم. السلام معنا. يا خالق العالم بنعمتي مبدع البشر برحمتي مخلصهم بحناني مفيضا نعمة عظيمة على المائتين مع ألوف السماوين الذين يسجدون لعظمتك. ربوات الملائكة مواكب الروحانيين خدام النور والروح الذين يسبحون اسمه والكروبيم والصرافيم القديسين الذين ينادون بعضهم بعضا قائلين آمين. قديش الله قديش مع هذه القوات السماوية
الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عيني إليك أنت الله أبا ضابط الكون، وشكر وبارك وكسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. أخنا من باصر ما دمع شالي شقل بداث قدي شاث كاسا نظيفة كم شاكر وخم برخلي ولت تلميذ دي يكد أهو بمارا شقولون شتون مني كل وخون آذل دمي وصي خسد الأباد رازد هيمانوتك بايشش بيخن بدل أخن بدل كبيرة تشوقنا دغطياثا كل ما ضعوديتن هالين دخران عهديتن آمين نؤمن ونعترف ونرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائدة فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. ملائكون صلى وسلم
وقفوا هادئين وخاشعين، صلوا السلام معنا. آتي أمارا روح قديشة ليأتي يا رب روحك القدوس من يهولي سبريتكم ولود أنرس Upon this sacrifice, the blessed and sanctified baby come for us the pardon of death, forgiveness of sins, the great hope for the resurrection of the dead, and a new life in the kingdom of heaven with all who have pleased you. بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم لنا ونمجدك دوما في كنيستك المفتدات بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. خل الأمقاب من شخص دقيته يا شيبان طاود فلطة بجيالة إلا المغزينة سكرتا وعجبنا لذرتا أمحاتي لك ناي وخطياتي أني كذن ناي وأني لك يذن ابن عمدتو ورحمديو Of your mercy, our Lord and our God, to draw us near to these glorious, holy, life-giving and divine mysteries. ونحن غير مستحقين. بما نفعقان الشم القبتني رازق قديش وقاصب حنينوثو كرشم وبمرحمانوثو فغرا ودمت مخيانا مارا ايشا عمشيحا شمت بابا برونا روح القدشة العلمين دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحي باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. The sacred body is signed with the forgiving blood of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, forever. Amen. بوست مارني شو عم شيحة وحبت آلها آوة وشو تابوست روح قشته وعم كلن هاشا بوخل الزوان والعالم علمين كل رب حزد ويقارا نقرأ ورازا فغري دود من يقيرا باروخان ربي دخيا وغيمانوثا شريرتا تذخي وحشي ونذبين وقيمت من طولا ثنقير في حذا يدالها فغرى ما يوثد من شرميلتا يدعى لمثان ثولا ما يفتى من الميشن ساو قونا موسى ومحياني وبغدانا وقديشة من طايوثة لذاثة ذشرارة قروان واثر كلان مذبرانوثة ذحلابين ريشيثة ذخيانا نبسقيبا بنسق بيث ميثين التلا من قديشة السملان
واسلم لان رازي قديسه وغينا من سنة خلال طيبوثة ذي الواثان هنانا الخير بحب هذا شبيحة سوثة مكي خان قبل مواثة حي ذي العالم عن مين ملكوثة وصلوثة خيثة وحشت برشان اشتوت وراسة عيتا صورت الثيوثة كذبت نيلا من ساغ الواثان وحشينا على طائل وشالينا رحمة شقانا من على أمارك ومربينا أنساق الوثاء لخنا وثاء ومذكينا انتراثا من بلاغ وحرياني كشبيا وشافا من اكثى وعد واوثا نسى قدشا ونتقدش بروحة قدشا بويوثا وحلطان درعيانين قبل شلموثة احداثي شوتا بثوم درازين البارين والبرقانة ابن وشاثة والحيد العالم علمين صلى إسلام محمد Forgive, O Lord, in your mercy our sins and offenses and sanctify us by your grace لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه المشرقة بالدالة التي وهبتها لنا برحمتك ندعوك قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين أجل يا إلهنا وأبانا الفائذ رحمة نطلب إليك مبتهلين يا رب يا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض آشا وأخلص وان والعالم عالمين شلاما عم خون عما هو روحا قد شال قديش يا شلموثا هذا وقديشا هذا برا قديشا هذا روحا قديشا سوحا لو لورا ولروح قديشا العالم عالمين اشبعت لبعيد وللرحمة وحداني قل انزلني وعيداني قدس أجسادنا بجسدك المقدس مهوسة طيبة محيانا مري شمشيحة اشتملة برحمة عم كلام عالم عالمين أحيي قد الأرض دورا أمرائنا وشكتوا لكاسب هيئة
الله.